انا البدايه ديالو في سنوات الستينات تقريبا 63 64 هذا هو العقول ديالنا. لقينا هذا المسجد هذا اللي كنصلوا فيه الناس ديال هذه الحومه هذه. من بعد ما تبنى المسجد ديال الجزائر هنا ما بقاش تسد سدت المسجد هذا، بقاو الناس كيصلوا في هذا المسجد الكبير اللي كاين. هذا المسجد بقى طال واحد الاهمال طويل السنوات هذه، كيجمعوا فيه الناس المتقاعدين والناس كيلعبوا هنا الكارطه والضامه، وكيجمعوا في الليل الناس الشباب منحرفين هنا كيتعاطوا المخدرات وداك الشيء. وهذا المسجد فقد هذيك الرونقه ديالو، رغم الصوره ديالو راه كتبان مسجد جميل وعنده واحد التاريخ وعنده واحد البنايه ديالو، وبقى المسجد هنا مهمل. كان او من اوائل المساجد اللي كانوا في حي سيد البرنوصي، يعني في بدايه الستينات كان كمسجد. كان السكان الكثافة السكانية في البرنوصي كانت قليلة، إذا قبل ما يتوسع قبل ما يكون هذا المنصور ولا عديد أحياء في سيد البرنوصي. الوقت تبنى مسجد الجزائر من طرف جلالة الملك حسن الثاني رحمه الله، هذا المسجد تهمل ولا أنت شوفوا كي ولا الكارطة، كاين بعض الشبان الخمر الشابات، كاين وقعوا جرائم قتل بسبب هذا الاهمال، وكنطلبوا من السلطات ومن اصحاب القرار باش يقولوا لنا حل هذا المسجد. هو تابع الاوقاف طبعا، ولكن يمكن يرجع حديقه، كنطالبوا حديقه، يمكن يرجع مندوبيه للاوقاف لان هي كاريه، كنسمع انها كاريه محل للمندوبيه، وعندها بقعه هنا ما قدرتش تبنيها. معلمة ديال البرنوصي راه تعدى 50 سنه والفوق اللي تعدى المسجد هذا، وجا في واحد الموقع جميل والاهمال اللي صاب هذا المسجد هذا راه لا حول ولا قوة الا بالله. كنتمناهم الله المسجد يتعاد فيه النظر، واخا يدار غير شي مكتبة فيه، مكتبة إسلامية ولا كتابة رجعوا فيها ناس كتب قرآنية ولا يرموه، على الأقل يرموه. كون طرقوا لينا حنا نصوبوه مرحبا، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى هو اللي غيدير الفراج باش المسجد يتصلح، حيت الناس بزاف محتاجين، وكاينين الناس طيبين كيجيو يريحوا هنا، ناس ذو مستوى عالي. وبالنسبه كاينين شباب منحرفين، هذا راه مسجد كيديروا فيه شي حوايج ما خصهاش الدار، كيتبولوا كيشربوا الشراب كيكميو كيديروا بزاف د الحوايج ما ما ما, ما تقدر تدوي معاه، تولي نظام طايم دار مع كل شيء، كتفادى ما بزاف. حنا راه 20 عام وحنا محاربين معاهم في هذا المسجد، والله شاهد علينا. والضرر كثير بالليل، كاين مسائل كتوقع، جرائم كتوقع، الناس بنات وولاد كيجيو هنا كيباتوا هنا، بنات كيباتوا في الشارع يعني، ولكن ما كيأذوناش، ولكن الصداع والكلام كاين. لهذا حنا كنطالبوا السلطات غير يحترموا هذا المكان. حتى ولا مرتاح لصحاب الخمور، الانسان اللي كيشرب كيجي هنا، الفتيات كيجيو هنا، المخدرات هنا، اصحاب كارطة. من طبيعه الحال كيبقى في الحال، طبيعه الحال هذا المسجد هذا خصو يعاودوا للبنايه ديالو، يعاودوا يرموه، يعاودوا حرام يبقى بحال ما هو. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.